يلا. النبي رمضان قابلي كل من يذكر الله ساج في ضميره وروحه نديه تبارك بذكره والصلاة على نبي. قرب على المايك. لا ما تقرب على المايك. قرب على المايك وبالله عيش جو انك تقرا خطاب ما ابغاه. يلا روح. خلنا نعطيه بس جينا هنا. ابن عمي ايش يقول ايش؟ الو وربعه وخوي. يا ولد صوتي مكتوب هنا. ثواني هب لي صدى. يلا جاهز احمد هب لي صدى. ماني سامع ترى. عشان انا اخذ صوت تكلم. الو ايوه بس انا اخذ صوت عشان لا يسرب الصوت. يلا بس. يلا روح. كل من يذكر الله سالي في ضميره وروحه نديه المسرات. شفيك شفيك شفيك. اسمع انت قاعد تأدي نشيد صح؟ قاعد تأدي نشيد. ايوه تمام. ترى حتى انا احتاج اشرب بحار. انا توي صاحي من النوم. الله يرضى عليك. استاذ انت تقول لي اذا صحيت من النوم طيب لازم تشرب حار لازم تمل. طيب نبيك تصلي عليه. نبيك تصلي عليه. انت طبقتك القرار الان فانت بالعكس انت محتاج يكون صوتك مليان ما يحتاج انك تفتحه اكثر. سلام. هذا واحد. الامر الثاني لما تسجل انت كذا كل من يذكر يعني اسوي كذا. لا عيش ادي نفسك ارتاح فاهم علي. عيش تعال صوت شباب صوت تعال صوت يا شباب. يلا روح. حتى وانت تقول القرار ما بتسامع. يلا يلا روح. ما نسمع ما في صوت. ايه يلا تمام شباب. كل من يذكر الله سالي في ظل